افتتح في مستشفى الصداقة الحكومي بعدن المخيم الجراحي الأول بعد الحرب، والذي يستهدف إجراء 900 عملية جراحية مجانية من الشرائح الأكثر احتياجا في المجتمع. هذا المخيم يأتي في ظرف حساس بعد حرب ظالمة شنت على كثير من المحافظات ومنها محافظة عدن، أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي لكثير من الناس، فأقمنا هذا المشروع وهو مشروع مجاني. العمليات الجراحية تشمل عدة تخصصات كبرى وصغرى ومتوسطة، وستنفذ خلال 6 أشهر. المخيم سوف يبدأ بتخصصات جراحة عامة، ثم تخصصات في العيون، في الأنف والحنجرة، حسب في العظام، حسب حاجة مرضى الموجود هنا. الجدير بالذكر أن المتقدمين لإجراء العمليات أكثر من 2000 حالة، وهو الرقم الذي لا يستوعبه المشروع في ظل عجز القطاع الصحي الحكومي ومشكلاته المتفاقمة في عدن وسائر المحافظات. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.